الإعلاميين بالتحريض على الإعلام والإعلاميين حتى وصلنا للاعتداءات اليومية ضد الصحفيين وحققنا كل الأرقام السياسية الموجودة بالعالم في الاعتداءات على الصحفيين. نظرنا وتحركاتنا متواصلة من لوضع حد للمحاكمات على أساس المجلة الجزائية وحتى يتم اعتماد المرسوم 15 في كل المحاكمات. الاتحاد عطوش الشغل بمكتب التنفيذي وعلى رأسه الأخر من العام راه بالنسبة لنا الاعتداء على الإعلاميين والاعتداء على حرية الصحافة وحرية التفكير وحرية المبدعين خط أحمر، والاتحاد عنده الشغل يقف وراكم وما عنده حتى مزية، وهذا ثابت من ثوابته. ولا ننسى أنه أول من نادى بتكوين نقابة وطنية للصحفيين هو الشهيد المناضل النقابي فرات عشاد عام 52. فإذا بالنسبة لنا احنا نقول ستوب لهذه الحكومة، فلترحل هذه الحكومة، هذه ليست حكومة، هذه متواطئة في الاغتيالات، متواطئة في سجن العالميين، متواطئة في التضييق على المثقفين، متواطئة في التضييق على المبدعين. يوم الاضراب اللي شنوه الصحفيين والنصرة الإعلامية باش يدافعوا مش على مطالب مادية، باش يدافعوا على حرية الإعلام اللي هي حريتكم انتوما، لانه اللي يحب يصادر حريه الاعلام اليوم يحب يصادر صوتكم انتوما. وهذاك علاش من هالقلعه هذه قلعه الحريه وبحضوركم كلكم، انه خطر خاصه بخلاف المغرب الناس البسطاء المواطنين العاديين اللي عرفوا لي الاعلام هذايا فبني صوتهم، واذا كان صادروا حريه الاعلام راهو صادروا لهم صوتهم. بحضوركم وبالتفافكم باش نبقاو ديما احرار وروسنا مشتاقة ديما مرفوعة إن شاء الله. أنا جيت إنسان بطبيعة الحال، أنا هنا نساند الإعلاميين والصحفيين يتعرضوا لهجمة كبيرة كما قاعدين يتعرضوا لها قطاعات كبيرة من الشعب التونسي. اليوم الإعلاميين ما همش كيف كيف، حتى هما ما همش معفيين منهم، وهما يتعرضوا قاعدين ضربة كبيرة من طرف السلطة اللي بطبيعة الحال السلطة رافضة من طرف الحرية التعبير، لأنهم ناس معناها معادين للحرية الحال، ما ينجموش يقبلوا أنه وجود إعلام حر ينجم ينقد ينجم يعبر عن رأي مختلف ينجم يكون في رأي ورأي مخالف. لا بالنسبة اليوم بالنسبة لهم كل رأي مخالف هي مؤامرة تحتفي وراء مؤامرة، وبالتالي هذا اللي يقلقهم ويحرجهم. على ذلك نحن نعتبر أن ما فماش انتقال ديمقراطي، ما فماش ثورة ديمقراطية حقيقية من دون إعلام حر، ونحن نشجع حتى في الأخطاء نتاعو الإعلام نتاعنا نشجعوا، لأنه كما يقولوا السياسيين مازالوا يتعلموا في الديمقراطية ودرشوا الأحزاب، حتى الإعلاميين يتعلموا في القواعد المهنة نتاعهم، خليهم الوقت يتعلموا، لأنهم كانوا يعيشوا في نظام استبدادي، فما برشا شباب يجي يدخل، خليهم يتعلموا الإعلام على الميدان، علاش نقمعوهم مولي في حبوسات واحد معناها هذا شيء، معناها المجرمين في الشوارع والإعلاميين في الحبوسات هذه ما تنجمش تقبلها، وهذا مش عقلية الثورة، مش هذه فلسفة الثورة نتاعها.